بحضراتكم دايما سبيل سعادة لينا وسبيل دفع لينا دايما، وبالتالي احنا بنقدم لحضراتكم اخر مشاريع شركة انتر سولار ايجيبت، وهو مشروع سولار بامب سيستم او مضخة مياه اعماق بقدرة 25 حصان. وطبعا كان المقصد بيها مقصد توفير، خصوصا بعد زيادة الاسعار الاخيرة للسولار. وبالتالي احنا بنلاقي ان البير ده او المضخة اللي كانت راكبة قبل كده كان استهلاكها شهريا ما يقارب حوالي 10,000 جنيه، بعد الزيادة اللي هي تقريبا حوالي حاجة 40%، بلاقي ان انا الاستهلاك الشهري هيوصل معايا لحوالي 15,000 جنيه. فابتدى العميل ان هو يدور على الحلول البديلة عشان ابتدي اوفر في استهلاك السولار، وبدأ ان هو يتصل بينا وابتدينا ان احنا ننفذ له محطة بقدرة 25 حصان، ده قدرة الطرمبة اللي راكبة، محطة او الطرمبة اللي راكبة 11 مرحلة، تقريبا كمية المية اللي هي بتخرجها على مدار اليوم من على وش مية 90 متر تقريبا حوالي 350 متر، وده كمية المية الكافية لري الحوض، لري حوض الزيتون زي ما حضراتكم شايفين. دي مزرعة كلها عبارة عن مزرعة زيتون، المكان في مدينة المنيا أو محافظة المنيا في منطقة الشيخ فضل. وزي ما حضراتكم شايفين دايما احنا بنستعمل او دايما احنا بندور على اعلى حاجة نبتدي ان احنا نركبها للعميل، ده حرصا مننا او حرصا من شركة انتر سولار ايجيبت على انها تقدم خدمات وباسعار منافسة للسوق، وتقدم خدمات عالية جدا. حتى استخدامنا دايما في المنتجات او في الكومبونس بتاعتنا بنلاقيها من اعلى الجودات اللي موجودة في السوق. احنا ركبنا 25 كيلو خلايا من نوع سانتك 4 باس بار، واستعملنا السولار كيبلز عشان ما يحصلش عندي اي فقد موجود لانتاج المحطة. ركبنا 95 لوح، قدرة اللوح الواحد 265 واط، وزي ما حضراتكم شايفين احنا استخدمنا استراكشر او حديد نجلفن عشان يبتدي ان هو يتحمل كل الضغوط الجوية والعوامل الجوية اللي موجودة في المكان اللي موجود في الوقت الحاضر. المكان زي ما حضراتكم شايفين مفتوح، معرض للهواء، معرض للرطوبة، معرض لحاجات كتيرة قوي ممكن تأثر على اي حاجة موجودة. وزي ما حضراتكم شايفين ده نوع الانفرتر اللي احنا مستخدمينه ABB SAS 355 MVDT، ده سولار بامب انفرتر، ودي الاريات في الوقت الحالي. طبعا الناتج بتاع التغليل بعد التغليل مباشرة، الساعة دلوقتي تقريبا حوالي 1:30، كمية المية اللي خارجة من البمب على وش مية 90 متر، وده الحوض اللي هو بيبتدي ان هو يروي بيه المزرعة، بيروي تقريبا يوميا حوض من الحوض بتاع المزرعة. زي ما طبعا مع حضراتكم شايفين في الفيديو دي مساحة الرطوبة تقريبا حوالي 80 فدان، بيروي يوميا حوالي 40 فدان منهم، بيستهلك حوالي 350 متر مكعب مية لري الحوض الواحد. هم عبارة عن حوضين، الحوض الواحد 40 فدان بيستعمل فيها طبعا بعد ما يملى الحوض ده، يعني طبعا اوقات الري بتكون مختلفة، ممكن يروي اخر اليوم، ممكن يروي اول اليوم، لان درجة الحرارة هنا عالية جدا فبتضر معايا الشجر، ودي كمية المية
ثابته معايا تقريبا، وطبعا هنا الريديشن عالي او الاشعاع الشمسي عالي جدا. وكمان السايز اللي معمول للبامب او السلك عموما مظبوط، يعني السايز دايما نظامي وداخل كفاءة الترومبة والإنتاج الدايم أو الإنتاج الكامل للترومبة. معلش بقى رجعنا بيكم تاني أو بحضراتكم تاني للإنفرتر، بس عشان أوضح نقطة معينة في التجميعة بتاعت الكومباينر بتاعتي أو اللوحة بتاعتي ولوحة الكنترول عموما. ان دايما كان اي بتقابلنا دايما ان انا لما بتعامل مع عميل ما جربش السولار سيستم او ما جربش طاقه شمسيه عموما، ان هو بيكون متخوف دايما من ان السيستم ما يكونش بيدي كفاءه، ان هو ممكن يحصل له دروب في اي وقت من الاوقات. وكان دور في السولار ايجيبت في الحلول دي ان هي بدات ان هي تعمل الكنترول بالكامل، ان هو في حالة طبعا لاطمئنان العميل ان هو يكون معايا الجنريتور دايما داخل معايا في حالة اي طوارئ موجودة، وده طبعا اطمئنان للعميل. وفي النهاية يعني ارجو ان انا اكون وضحت لحضراتكم المعلومات الكافية عن المشروع، ودايما مع حضراتكم بكل ما هو جديد من انتر سولار ايجيبت. ودي اخر طبعا مشاريعنا، وان شاء الله انتظرونا في المشاريع اللي جاية، وان شاء الله يكون قريبا فيديو عن مشروع كونكريت سيستم في هيركا في